تطورات ميدانية عديدة وتغير للمعادلة العسكرية على الأرض لصالح الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية، هكذا يبدو المشهد الميداني بعد تصعيد شمل العديد من جبهات القتال المشتعلة في عدد من المحافظات. محافظة الضالع وتحديدا جبهة دم تعد من أكثر المناطق أهمية وارتباطا بخط المواجهات شمالا وجنوبا، وقد دخلت على خط التقدم لصالح الجيش، حيث أعلن السيطرة على مدينة جبن شمال شرق دمت ومناطق أخرى مهمة. فيما شنت القوات هجوما مباغتا على ميليشيا الحوثي انطلق من مواقع في جبل ناصا والعرفاف، وقد سيطر الجيش على جبل ناصا فيما سقط حصن العرفاف أهم المواقع الاستراتيجية في يعيس بحسب المصادر العسكرية. وتمثل دمت بحسب عسكريين الحزام الأمني للمناطق الجنوبية والبوابة الشمالية الرئيسية نحو عدن، وبالسيطرة عليها يتمكن الجيش والمقاومة من التحرك شرقا باتجاه رداع البيضاء، ومنها أيضا يمكن التحرك باتجاه السد يريم التي تمثل خط الإمداد الرئيس للحوثيين باتجاه محافظة إب. وعلاوة على تحكم دمت بشبكة الطرقات الرئيسية والفرعية شمالا وجنوبا، يرتبط اسم المدينة أيضا في أذهان النخب السياسية بزمن الصراعات في الماضي. معارك عديدة تخوضها قوات الجيش والمقاومة على أكثر من جبهة أمام مطالب بسرعة حسم هذه المعارك وعدم إدخالها في دائرة تحسين المواقف السياسية، ذلك أن تمدد القتال أكثر من الوقت اللازم سيجعل هذه الجبهات تحت رحمة التغيرات وحدوث انتكاسات جديدة في المسار الميداني، وهو أمر قد يفقد الشارع الثقة بجدوى الخيار العسكري كما يقول مراقبون.